بهذه الهتافات خطت تونس أولى الخطوات العربية نحو ربيع الحرية لتنطلق الثورة التونسية وتليها المصرية. وفي كلتا الدولتين انتصرت إرادة الشعب فسقط النظام وطوت تونس صفحة بن علي كما طوت مصر صفحة مبارك، وسرعان ما دخلت الدولتان في مخاض عسير استعدادا لولادة دولة جديدة تعتمد الديمقراطية أساسا لها. أحكام الفصل 56 من الدستور. رسمت تونس لنفسها طريقا واضحا محددا بدأته بمرحلة انتقالية سارت فيها ولا تزال بسلاسة ويسر وإن اعترضتها بعض العقبات. ونجحت تونس في أول تجربة انتخابية شارك فيها الشعب التونسي بكل أطيافه تحضيرا لمحاولة إرساء دعائم دولة جديدة. أما في مصر فبدا المشهد أكثر ارتباكا حتى أوشكت ملامح الثورة الشعبية تغيب خلف ضباب الخلافات والمظاهرات والإضرابات والاشتباكات شبه اليومية، وانهالت الانتقادات على المجلس العسكري الحاكم وبات متهما بالعجز عن الإمساك بزمام الأمور. محللون وسياسيون مراقبون للمشهد في الدولتين أجمعوا على أن اختلاف المسار الذي سلكته كل من تونس ومصر كان السبب في نجاح التجربة التونسية وتعثر المصرية حتى الآن. لعل أبرز هذه الاختلافات نجحت انتقالية تونس في إصدار ضمانات لعهد جمهوري ودولة مدنية جديدة، بينما عجزت مصر عن تحقيق الرضا الجماهيري وتقديم الضمانات لطمأنة الشعب المصري بأن الغد يحمل الأفضل. نجحت التجربة التونسية في إصدار قوانين مهمة وناظمة كقانون الانتخابات الذي صدر في إبريل الماضي، بينما لم يصدر قانون الانتخابات المصري إلا قبل فتح باب الترشح بأيام بعد أن أجري عليه تعديلان في شهر واحد ولا زال محل خلاف. في تونس أصبح استقلال القضاء واقعا ملموسا ولم يعد أحد يجرؤ على التشكيك في نزاهة القضاء أو المساس بهم، بينما لم يصدر قانون السلطة القضائية واستقلال القضاء في مصر وما زال التفتيش القضائي سيفا مسلطا على رؤوس القضاء. وضع التونسيون هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال السياسي والديمقراطي كانت المسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية. أما في مصر فقد احتكر الجيش وحده إدارة المرحلة الانتقالية وإلى جواره حكومة ضعيفة بطيئة الأداء. أدارت هيئة تحقيق أهداف الثورة الانتقال السلس في تونس وضمت كافة الأطياف السياسية التي أفرزتها الثورة، بينما مزقت الخلافات السياسية وحتى الطائفية أحيانا المرحلة الانتقالية المصرية. نقاط خلافية جذرية أدت إلى نجاح هنا وتعثر هناك، وقد يرى البعض أن الوقت لا يزال مبكرا لإصدار الأحكام بنجاح وفشل هذه التجربة أو تلك، إلا أن ما لا يختلف فيه اثنان هو أن ما أفسدته سنوات قد يحتاج أيضا إلى سنوات لإصلاحه. علي عز الدين، العربية.